سعيد انت شو كلت عشان تستوي لك هالاعراض؟ حساسيه الطعام وايد مزعجه وما يسببها الاكل بروحه، انما احيانا مجرد لمس الطعام او استنشاقه. اكثر الاطعمه اللي تحسس هي الحليب ومشتقاته مثل الزبده والايس كريم، البيض، القمح والصويا، الفول السوداني والجوز واللوز والكاجو، السمك والصدفيات مثل الربيان والمحار. الأعراض تكون أحياناً خفيفة مثل البثور، الحكة، سيلان الأنف والعيون. أحياناً تكون شديدة مثل ورم في الحلق، ضيق في النفس، الغثيان وحتى الإغماء. حساسية الطعام تصيب 5% من الأطفال و 2% من البالغين. ترتفع النسبة ما بين 4-8% من البالغين في الدول المتقدمة. ونصيحة يا سعيد، إذا رحت المطعم اسأل عن مكونات الأكل وأطلب منيو مذكور فيه الحساسيات. بس مو كل ردة فعل الجسم هي حساسية، يعني إذا أكلت أكل هندي أصابتك حرقة في المعدة هذه مو بحساسية، هذه نتيجة طبيعية للتوابل. إذا صار معاكم أي حادث مرتبط بالطعام سووا فحص الحساسية عند الطبيب، وعساكم دوم صحة وسعادة.